سلام الله عليكم أحباءنا في قناة المشاهد. من المعروف للجميع أن دستور الولايات المتحدة يتيح للرئيس الأمريكي فترتين رئاسيتين فقط لمدة 8 سنوات، وذلك بانتخابات جماهيرية وحرة، ولكن هناك من استطاع كسر تلك القاعدة والحصول على 3 ولايات متتالية ومات في بداية الرابعة. هو الرئيس 32 الأمريكي فرانكلين دينالو روزفلت. فرانكلين لم يكن شخصية عادية، فهو لم يكسر قاعدة واحدة فقط، وإنما استطاع كسر المزيد. فهو الرئيس الذي عانى في بداية حياته من شلل الأطفال، ولكن ذلك لم يكن عائقا لمنع أحلامه، فقد استطاع بنجاح فائق أن يقود أمريكا وهو جالس على الكرسي المتحرك، حتى صنف القوة بالقوة والحزم على مدار التاريخ الأمريكي كله. شلل روزفلت بالرغم من أنها كانت صفحة محطمة لرجل عرف بتمريناته الرياضية العنيفة وحبه للرياضة بشكل عام، إلا أنه غرس فيه غريزة أخرى جديدة ساعدته على التفكير السياسي. فقد خاض جولات عديدة بنوع من الإصرار في منتجع ولاية جورجيا، وتلقى علاجا بالمياه الدافئة لعلاج قدميه الضامرتين، وهو ما قاده إلى التعرف على الجنوب الأمريكي الفقير وعن القرى الفقيرة هناك. الرئيس الأمريكي تلقى في جورجيا صورة مباشرة عن مدى فقر البلاد، مما قاده أن يصف معظم السكان الأمريكيين بأنهم يفتقرون إلى المسكن والملبس والتغذية. وكنتيجة لذلك ظلت عيناه دائما تبحثان عن سبيل لتحسين المستوى الاقتصادي للشعب الأمريكي ككل، وليس فقط مستوى الطبقة الغنية التي ينتمي إليها. فنجح مرة أخرى في الفوز بلقب الجماهير لدى الأغنياء والفقراء، والتي صنفته كأعظم رئيس أمريكي مر بالبلاد بعد أن أخرجها من الانهيار الاقتصادي الذي استمر حتى ثلاثينيات القرن الماضي. وكرمته بلده فوضعت صورته لأول مرة في تاريخها على طوابع البريد، وهو ما زال على قيد الحياة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.